أهلا خبير، بكم. ما هو الجديد لديك عما يحدث في الضفة الغربية؟ نعم، الجديد يعني هو مشهد الاعتقالات الذي بات مشهدا يوميا منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ومنهج حملة اعتقالات متواصلة في مختلف قرى ومخيمات وبلدات الضفة الغربية. والليلة الماضية وفجر اليوم تركزت هذه الاعتقالات في محافظات جنين ونابلس ورام الله، وكذلك في محافظة القدس المحتلة التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة مخيمي شعفاط وكولنديا إلى الشمال من المدينة. فيما شددت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، خاصة حاجزي حزمة وحاجز كولنديا العسكري إلى الشمال من المدينة. هذه الإجراءات طبعا ازدادت وتيرتها منذ هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة على مستوطنات غلاف قطاع غزة، والتي على إثرها لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوان متواصل لليوم 12 بعد 100 في قطاع غزة، راح ضحيته حتى اللحظة أكثر من 25,500 شهيد، بالإضافة إلى إصابة نحو 64,000 مواطن. نشير إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم. كان المأمول فلسطينيا هو أن تصدر هذه المحكمة قرارا بضرورة إلزام إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن رغم ذلك كان هناك ترحيب فلسطيني واسع من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية رسميا وشعبيا، وكذلك من العديد من الدول العربية ومن الاتحاد الأوروبي ومن تركيا ومن فرنسا وغيرها من الدول الأخرى المساندة لحقوق الفلسطينيين. هذا القرار يحث قوات الاحتلال الإسرائيلي على أخذ تدابير احتياطية لمنع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، وكذلك على إتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية وتكثيفها إلى قطاع غزة. نشير إلى أنه لليوم الثالث على التوالي قطعان المستوطنين يقومون بحماية من الاحتلال الإسرائيلي، بل وبدعوة مما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. كل هذا يأتي أيضا في ظل تصاعد حملات الاعتقالات وحملات أيضا الاختارات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما جرى فجر اليوم في تجمع أبو نوار شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا يسكنون في هذا التجمع البدوي بضرورة إخلائه، وذلك لصالح توسعة المشروع الاستيطاني المسمى بE1 والذي يطوق مدينة القدس المحتلة ويفصلها ويعزلها عن باقي مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية. نعم نظير الفالح مراسلنا في الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.